بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية شباب الجزائر المتواجدة الآن في مقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أنقذوا مستقبلي سيف ماي فيوتشر. هذه الحملة تخص الطفل الصحراوي ومعاناة الطفل الصحراوي في ظل الأزمة التي يعيشها الشعب في الصحراء الغربية من أجل أن يصل صوته إلى كل العالم ومناشدة منظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة للنظر في وضعية الطفل الصحراوي والمعاناة التي يعيشها ومناشدة المجتمع الدولي للإسراع في إيجاد حل للأزمة التي يعيشها الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير ومن أجل أن يعيش الطفل الصحراوي مستقبل أفضل. نرحبوا بجمعية شباب الجزائر وبالأخت رئيسة الجمعية والمبادرة اللي قاموا بها كحملة إلكترونية تحت عنوان أنقذوا مستقبلي، وهذه فكرة جيدة إبداع حقيقة اللي ممكن انه يصل الى كل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى اكبر الفئات، وهو في نفس الوقت معبر من ناحية الإنسانية ومن ناحية السياسية ومن ناحية الحقوقية، ومبادرة موفقة بإذن الله، ويشكر عليها تشكر عليها الجمعية، ويقوموا بها باللغة العربية وبالإنجليزية، وفي مناصرة من خلالها هي مناصرة الطفل والشباب ولكن من خلالهم للشعب الصحراوي عموما في هذا الوقت بالذات وبعد هذا الاعتداء.